دخل الله أبوك الجنة. الله أكبر، فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أذكر يعني من المواقف الطريفة، امرأة ضربها زوجها وهم يعني تو في بداية زواجه، فما هي إلا لحظات إلا والباب يقرأ، فتحوا الباب، فتحوا الباب أبوها وأمها، والمرأة الآن تبكي لا زالت يعني دموعها. كان زيارة، كان زيارة فجأة. فالبنت تفاجأت وخمت أبوها وأمها وهي تبكي، قلت سلامات، قلت من الفرحة، من الفرحة لم شفتكم. الآن زوجها واقف ويناظر الموقف بهول من أصابته الصاعقة. كيف تقول هذه دموع الفرح؟ يعني بدل ما تقول أنا ما مضروبة، أنا لا لا، أخذتها سبحان الله بطيب وقالت أنا الدموع هذه دموع الفرح بقدومكم، فاجأتوني. فيوم عشاهم ولي منهم بالخير وراحوا، قال والله العظيم تذهبين معي الآن سوق الذهب وتاخذين ما يرضيك من الذهب، تستاهل، أنت أنقذتيني من موقف لا أحسد عليه. كيف تبكين ويدخل أبوك وأمك علينا وتطلعيني من هذا الموقف مثل الشعر من العجينة، تقولين إنها دمع أنا ذلت صراحة ما صدقتك، ومع ذلك والله لن أضربك بعد هذا الموقف. فما كان منه إلا الذهب هو زوجته، وأخذ لها من الذهب ما يرضيها وطابت الأم. كذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني خمس خصال إذا قامت بها المرأة